اختتمت اليوم فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته 55 بعد أن استمرت فعالياته 14 يوما. وتميز المعرض بتنوع الكتب في مختلف المجالات المصرية والعربية، لكنه انفرد في كتب الأطفال ونشاطاتها من ورش تعليمية وتثقيفية وترفيهية. أسدل الستار على عالم المعرفة والخيال. معرض الكتاب في نسخته 55 5 ملايين زائر في أسبوعين فقط، لكن ذلك لم يوقف القائمين عليه من تكريم الفائزين بجوائز هذه النسخة من نقاد وكتاب وروائيين وتسليم ضيف الشرف القادم سلطنة عمان راية النسخة 56. الدورة حققت الكثير من النتائج المرجوة والأهداف التي وضعت لها. كانت هناك رؤية وهناك عدة أهداف وضعت منذ شهر مارس الماضي وتم العمل عليها، سواء كان في زيادة عدد الدول المشاركة هذا العام، بالتأكيد الجمهور المصري، زيادة الإقبال الكثيرة على المعرض تعني أن الوعي المصري ما زال بخير. القارئ المصري قارئ نهم، قارئ حريص على اقتناء المعرفة الجادة والرصينة. سلطنة عمان تحرص على الدوم أن تشارك في معرض الكتاب بشكل سنوي، وهذا انعكاس للعلاقات المتميزة بين البلدين ولمكانة مصر وأهميتها ولدورها في نشر الوعي الثقافي بين شعوب العالم. الجائزة بتمثل لنا هي تكريم على مسيرة في حدود 13 عام في مجال النشر. الجائزة دايما بتكون مؤشر ان احنا ماشيين بشكل كويس، بنحاول نرضي شغف القارئ ناحية الكتاب الجيد المفيد. فزت بجائزة أفضل كتاب نقدي في معرض القاهرة الدولي للكتاب دورة 55 منوصفة. الدورة السنة دي الحقيقة بتحقق منجز مهم سواء على مستوى التنظيم أو على مستوى الحضور الجماهيري والإقبال الجماهيري. وتميز المعرض بتنوع الكتب في مختلف المجالات المصرية والعربية، لكنه انفرد في كتب الأطفال ونشاطاتها من ورش تعليمية وتثقيفية وترفيهية. الكتب بتعلم جدا، خصوصا القصص أنا تعلمت منها كتير جدا. هنا في حاجات ممكن تسيبوا فيها الأطفال، وخصوصا الرسم وحاجات ممكن تبسط بها الأطفال بتاعتك. معرض القاهرة الدولي فهو يشد انتباه كل زائر على الصعيد العالمي، ويحتاج إليه كل زائر لرؤية الحديث فيه، والحديث عن كل سنة تجديدات حديثة. اقبال الناس، الاقبال كبير جدا، رغم ان كنت متوقعه على المستوى الشخصي، انا واحده ناشره وعارفه يعني ايه سعر الكتاب غالي والتكلفه غاليه، اتفاجئت ان تيكت المعرض لسه ب5 جنيه. طبعا ده دعم كبير جدا من الدوله لتشجيع الناس ان هي تيجي المعرض. النسخه 55 من معرض الكتاب الدولي تخطت سابقاتها في عدد الحضور منذ ان انعقد في مركز مصر للمعارض الدوليه، وذلك بمشاركه 1200 ناشر مصري واكثر من 5000 عارض من 70 دولة.